أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى الذين يراقبون الله تعالى في جميع شؤونهم، فيلتزمون أوامره ويجتنبون نواهيه. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم ربهم، فكل من كان تقيا كان لله وليا، أنه لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما وراءهم في الدنيا. والناس على ثلاث درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. أما السابق بالخيرات فهو المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب، والتارك للمحرم والمكروه. وأعلى وأرقى درجات الولاية لله عز وجل درجة النبوة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولاية ليست حكرا على أحد، وليست علامة مميزة لطبقة معينة من الناس، ولا تنال بالوراثة ولا بالأوسمة، بل هي رتبة ربانية تبدأ بالقلب محبة وتعظيما لله عز وجل، وتترجم إلى واقع عملي فيكسب صاحبها حب الله تعالى وولايته.